رجعنا لكم مشاهدينا من الفقرة الفنية لفقرة الطبخ لمطبخ صباح سامراء. طبعا مطبخ صباح سامراء شيف عماد دائما عم يقدم لنا الوجبات السريعة بطريقة سهلة. صباح الخير. صباح النور قول لسه. تحكي لنا اليوم شو راح تحضرنا اليوم؟ طبعا هي أكلتنا هذا اليوم هي صدر دجاج بالفرن. احنا نسوي هذا الدجاج بالطاوة، نحمسها شوية، نخلي وياها البهارات، وبعدين نخلي فوقها الطماطه والبصل احنا فارمين ناعم، نخلي فوقها الجبن ونخليه بالفرن. يعني نحن نسميها انه صدر دجاج بالفرن. صحيح. تمام. شو هي المقادير؟ المقادير طبعا هي صدر دجاج، انت بكيفك ايش قد تريدين تسوين. احنا راح نسوي مثلا قطعتين، نخلي فوقها فوق كل قطعه مال دجاج اللي نحمسها هنا ونكملها نخليها بالصينيه مال الفرن، نخلي فتحه خاشوقه طماطه وبصل، العفو طماطه وفلفل، والجبن فوقها ونخليه بالفرن. يعني جبن طماطه وفلفل، خاشو هذا كاري، فلفل ابيض وملح. تمام، كاري فلفل ابيض وملح، يعني ما بده كثير اشياء. لا لا ما بدها، وراح نحتاج شويه زيت على مود نحمس شويه الدجاج. كبداية التقطيع كيف راح تقطع الصدر؟ الصراحة طبعا هذا الدجاج هي نسويه بهالطريقة على مود احنا نحتاج نخلي فوقها الطماطة والفلفل والجبن على مود ما يوقع منا لو منا، يعني على الصفحات. عرفتي شلون؟ احنا بهاي الطريقة هاي دجاج. هذا يعني انه هي مع الزيت هلا عم تعمله؟ ايه راح نضيف الكاري. الكاري عليها مع الزيت؟ ايه. اكو ناس يحبون هيك، اكو ناس اذا يريدون يسووا خلطة يعني يتبل الدجاج كيفهم يعني. هذا الملح. قد ايه بتتركها على النار تقريبا لحتى يتغير اللون ولا؟ اي بس يتغير اللون راح اقلب الدجاج. طبعا هو الدجاج يستوي مو مثل اللحم، ما يحتاج لوقت هوايه. راح نحضر هذا الدجاج الاخر. الدجاج ما يحتاج لوقت هوايه، يستوي بسرعه، فورا يستوي باعتبار صدر الدجاج هو فورا يعني. ايه هو راح يدخل بالفرن يعني. تمام. يعني هنا يستوي وراح نخلي فوقه الطماطه والفلفل ونخلي الجبن ويبقى بالفرن تقريبا فت 10 يعني فت 5 دقائق هيجي او اقل، يعني هي حسب درجه الحراره. احنا نحتاج الجبن يصير لونه احمر حتى يصير الطبق بجمال ونكهه مو بس نكهه. هذا تقريبا فينا نقول انه هذا هي القطعه استوت يعني صارت. اي تقريبا استوت. اي هسه احنا عندنا هي الصينيه نقدر نخليها هنا. حتى تغير لونها بالكاري. اي لونه. طبعا انت صفطتهم بهذا بدون ما تحط تحتهم شيء مثلا؟ لا لا هو بزيت يعني ما يحتاج. تمام. حتى انه نسبه الزيت قليله انت حطيت. اي قليله. ايه. وثاني شيء هاي التيفال يعني. يعني اذا تكون تيفال تفرق عن تكون فافون او ستيل. يعني التيفال ما يساعد على اللصق. كمان راح نضيف عليه كاري. كاري والفلفل الابيض. طبعا الفلفل الابيض مرغوب يكون ويا الدجاج، يعني طعمه طيب يكون مو الناس بتحبه على الدجاج. ايه.
مثل ما تشوفين يعني هي الاكله ما تحتاج وقت هوايه. يعني احنا هسه الفرن مشتغل وحار الفرن ما يحتاج لوقت هوايه. هلا بعد ما تتحمص او بعد ما تصير جاهزه اللحمه راح نضيف هذا الطماطه والفلفل، نضيف خاشوقه فوق هاي فوقها. ايه طيب الجبن هون شو دوره؟ الجبن نخليه فوق الكل. اها تمام. إيه حتى من يستوي راح يصير لون حمار هيك وعلى خضار وعلى صفار، ويكون يعني لاصق هيك على الدجاج. يعني يصير شكله جدا جميل. قديش بدها تضل بالفرن؟ الفرن على مود انت اذا تخليه يستوي دجاج هنا فول، يعني ما بالفرن يحتاج لثلاث دقائق كافيه او اربع دقائق، بس اذا هنا ما يستوي هوايه انت لازم تخليه بالفرن يعني وقت اكثر، يعني بين الست دقائق والسبع دقائق. تقريبا هي كمان صارت هي. شوي جاهزة. ايه يعني ما بده وقت يعني كثير، يعني بده شيء غير خمس دقائق يجوز على او هي. اقل حتى طبعا الاشخاص حسب الكميه اللي بيحبوا يحطوا طبعا يعني طبعا. هلا هاي هي فلفل و فلفل والطماطم والطماطم يعني هاي تسوي بيها نكهه طيبه وهم تنطي لون جميل حلو. صارت حمراء شوي. ايه لانه هذا هاي بيها شو اسمه شويه اثخن من هاي تحتاج لوقت اكثر. تمام. هلا كمان بالفرن راح تستوي اكثر؟ ايه طبعا. طبعا قلت لك قبل دجاج ما بس راح اللون ما احسبه استوى يعني ما يحتاج نار هواي. اتوقع صارت شوي جاهزة. لضل اشياء بسيطة يعني انه تزينها. نخليها بالفرن. ايه يعني نخليها هاي الطماطم نخليه والفلفل وراح نخلي الجبن ونرجع يعني بعدين نطلعها من الفرن تكون اللون مالها صاير جميل. تكفي بهذا الشيء. عليها جبن طبعا، هذا الجبن مع الحراره. اي هذا جبن موزاريلا طبعا. موزاريلا طبعا مع الحراره راح يكون اطيب. صحيح. عليه هو كمنظر كثير حلو بصراحه يعني. اي وبعد حاليا هسه بعد بالفرن يصير بعد احلى واجمل. وطبخه سهله يعني. سهله لا ما بيها صعوبه ما بيها. هلا فيك مثلا قد ايه رح يضلوا بالفرن تقريبا يعني بعد ما يعني بين الاربع دقائق او الخمس دقائق او يعني. طيب هاي الاكله حاليا اذا استوت شو بيتاكل معها؟ هي كمنظر كثير حلو بصراحه هي يعني. بوحده هيك شو تاكلين وياها خبز، اذا تحبين مثلا تسوين وياها فنجر او شوربه يعني هي حسب الرغبه. حسب الرغبه. اي بس الفنجر والشوربه يعني تطلع يعني متناسقه اكثر معها. يعني هيك بتصير وجبه كامله. وجبه كامله وجاهزه. وجبه كامله وجاهزه. طيب عماد باعتبار انت حطيته بالفرن رح ننتظر شوي لحتى يستوي الاكل. فنحن رح ننتقل على فقره الصحف. طبعا لسه فقراتنا هي كثيره ولساتنا ما خلصنا. طيبه مشاهدينا لساتنا متواصلين معاكم، وكمان لسه فقره المطبخ ما خلصت، لسه شيف عماد رح يطلع لنا الاكل من الفرن. هاي الدجاج صار جاهز.
هاي مثل ما تشوفين قول استن شلون صارت حمراء. اي الحمراء هو الجبن صار سو تحمص. طبعا عادي اذا كان الطبق يعني لو كان مزين او مو مزين. صحيح هو هذا هو بالاساس هو صح هو الشكل ماله زينة. يعني احنا سوينا هذا الطبق سيكفي مال خمس نفرات او ست نفرات، ما طولنا به مثل ما شفتي 10 دقائق مو صحيح كل سنة 10 دقائق صارت جاهزه هلا. هاي صار جاهز. نرجو ان تكون قطنات اعجابكم ان شاء الله. انا لسه ما اكلت لسه ما بعرف اذا نالت اعجابي ولا لا، بس كمنظر شهي. شكرا للشيف حيوان. شكرا لك. مشاهدينا بعد فقره المطبخ خلونا ننتقل لفقره الرسم ثلاثي الابعاد، هذا الرسم المميز. بعدين في عنا فقرة الطبية، لكن بالبداية خلونا مع رسم المميز.